بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن المنبع والمصدر الأول للثقافة وللتشريع الإسلاميين هو القرآن الكريم، ومن المشاكل التي تعترضنا في طريق الاستفادة الصحيحة من القرآن الكريم وكذلك من السنة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، من المشاكل تقديس كلام المفسرين وكلام السلف، فإنه كما هو واضح إن المفسرين والسلف والعلماء السابقين كانت لهم إنجازات واضحة، أو لكثير منهم إنجازات واضحة في مجال تطوير العلوم الإسلامية والاستفادة من القرآن الكريم، وعن طريقهم وصل إلينا كثير من العلوم. ولكن كما هو واضح أيضاً أن جهدهم إنما هو جهد بشري، والجهد البشري أمر قابل للخطأ، إذا أمر من الله عز وجل فهو غير قابل للخطأ، أو إذا كان كلام من معصوم فهو غير قابل للخطأ، ولكن الجهد البشري مع أن أصحاب هذا الجهد مشكورون على جهدهم فإنه يبقى في دائرة الخطأ. وكثير من الأحيان نجد الإنسان الواحد قد يبحث ويحقق ويجتهد ويصل إلى نتيجة، ثم بعد فترة يتغير رأيه لأنه ينكشف له مواطن الخطأ أو الخلل في كلامه. مع الأسف المشكلة التي ابتلي بها المسلمون هو تقديس آراء هؤلاء وتقديس آراء هؤلاء حال دون التطور في كثير من الأحيان، لأنه يمكن أن يخطئ هؤلاء، وبالفعل قد أخطأوا، وليس اللاحقون ملزمين بخطأ السابقين كما هو واضح، ولكن إلزام هؤلاء وجعل هالة من القدسية لكلام السابق يسبب غلق باب التفكر بالنسبة إلى اللاحقين، بل كيل الاتهامات لهم باعتبار أنهم تركوا نتاج السابقين. ولذا من هذا المنطلق صارت فكرة هناك بين كثير من المسلمين، وهو غلق باب الاجتهاد، غلقوا باب الاجتهاد على أنفسهم وعلى اللاحقين باعتبار أن الاجتهاد الذي وصل إليه مجموعة من العلماء في القرن الثاني الهجري
إنما هو يكفي للمسلمين إلى أن يرث الله ومن عليها. ونتيجة ذلك أنه هناك واجهت الأمة الإسلامية كثير من المشاكل، ومن تلك المشاكل الجمود وتوقف التطور وتوقف الإبداع في كثير من المجالات. ومن ضمن ذلك نجد أنه الاستفادة من القرآن أيضا انحصر فيما قاله بعض السابقين. أنت إذا تراجع تفاسير القرآن الكريم تجد أن بعض الكلام وبعض التفسير منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن أكثره منسوب لعدة من العلماء، وهؤلاء جهدهم مشكور، ولكن هل اللاحقون ملزمين بهذا الأمر؟ هنا نقطة الكلام ونقطة الإشكال. إذا ألزمنا اللاحقين بذلك فمعنى ذلك أنه نغلق التطور والتفكر والتعمق في آيات القرآن الكريم. القرآن الكريم حسب ما نعتقد نحن هو غض جديد في كل زمان. حسب رواياتنا القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، فمعنى ذلك أنه إذا من السلف مجموعة من العلماء جزاهم الله خيرا استفادوا من القرآن شيئا، معنى ذلك أن القرآن انقضت عجائبه إذا أغلقنا باب التفكر والتأمل والاجتهاد على اللاحقين. طبعا هناك ملحوظة جدا مهمة في هذا المجال، وهو أنه حينما نحن ندعو بالتأمل في آراء السابقين والتفكر فيها وكشف مواطن الخلل أو الخطأ في بعضها، وأيضا إذا كانت صحيحة إمكان تطوير بعض تلك الأفكار وبعض تلك النقاط وبعض تلك الاستنباطات، ليس معنى ذلك أن نترك الأمر بشكل فوضوي بحيث أنه أي واحد يأتي ويرى آية من الآيات ويستفيد استفادة قد لا تكون استفادته صحيحة. ليس معنى هذا الكلام الدعوة إلى إلغاء ما قاله السابقون، وليست معنى لأن نفتح الباب على جميع اللاحقين، وإنما شأن هذا الأمر شأن أي أمر آخر، أي أمر اجتهادي آخر بحاجة إلى متخصصين. نحن الآن من المشاكل التي نعاصرها الآن في مجتمعاتنا الإسلامية نجد أنه الكلام في أي اختصاص من الاختصاصات يوكل لأهل ذلك الاختصاص، ويسمح لهم في أن يفكروا ويتأملوا ويجربوا ويناقشوا ما قاله السابقون ويتوصلوا إلى النتائج الصحيحة أو تطوير أو بيان كشف لمواطن الخلل، ولكن يسمح ذلك للمتخصصين فقط. الآن في المجال الطبي إذا واحد من الأطباء ضمن منهجية صحيحة يدرس آراء الأطباء السابقين ويتوصل إلى مواطن الخلل أو التطوير، هذا أمر طبيعي مسموح له. ولكن إذا واحد غير طبيب جاء وأراد أن يجتهد في المسائل الطبية يمنع من ذلك، بل في كثير من الأحيان الحكومات تعاقب على ذلك لأنه يقال له بأنك إنسان غير متخصص، فكيف أعطيت وصفة مثلا طبية للناس ومع أنك غير متخصص؟ زين، هذه الحالة أيضا بالنسبة إلى العلوم الشرعية موجودة، بالنسبة إلى القرآن أيضا موجود. الاستنباط والاستفادة بحاجة إلى متخصصين. طبعا التخصص ليس حكرا على جماعة، أي واحد يأتي ضمن المنهجية الصحيحة يدخل ويدرس ضمن المنهجية الصحيحة الموجودة في الحوزات العلمية وفي الجامعات الدينية، ضمن هذه المنهجية يتمكن من الوصول، لأن الاجتهاد والتفكر والتأمل ليس حكر على مجموعة من المجاميع، ولكن يجب أن يكون ضمن المنهجية الصحيحة. نحن ننادي بأن يكون في كل شيء تخصص، وفي نفس الوقت إذا غير المتخصص أبدأ رأيه في طب أو هندسة أو اجتماع أو أمثال ذلك نحن نعارضه، بل قد تعاقبه الحكومات والقضاء، ولكن حينما يأتي إلى الإسلام الجميع يصبح صاحب نظرية،
والجميع يريد أن يستفيد استفادة صحيحة أو مغلوطة من القرآن الكريم. فنحن دعوتنا إلى أن نطور ولا نحصر أنفسنا في آراء السلف، ليس معناها أن نترك الأمر فوضى. هم جزاهم الله خيرا أدوا ما عليهم، أو بعضهم أدى ما عليه، ليس معنى ذلك أنه نحن الآن نقول أي واحد جاء غير متخصص، هو مثلا متخصص في مجال مثلا الطب، يفتح القرآن الكريم يستوحي من آية من الآيات قيمة من القيم ثم يطرحها بعنوان قيمة من القيم، ويأتي في الفضائيات وفي الإذاعات وفي الكتب كذا يبين بعنوان مفكر إسلامي استوحى هذه الأفكار من القرآن الكريم، هذا شيء مرفوض. نعم، إذا هذا الشخص كان يأتي وضمن المنهجية الموجودة يدرس يدرس يطالع ضمن تلك المنهجية، يصل إلى درجة، هذه الدرجة تخوله من أن يلاحظ الآيات والروايات ويستنبط منها استنباطا صحيحا، فلا بأس بذلك. ولكن بدون تخصص ومجرد أهواء ومجرد آراء ومجرد أن نعتبر أن الاستنباط والاستفادة هي أمر عام للجميع، طبعا الاستفادة من القرآن كما ذكرنا أمر عام للجميع، لأن القرآن الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين، ولكن التعمق والاستنباط والجمع بين العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد واللي محدود بوقت واللي مو محدود بوقت وأمثال ذلك، هذا يحتاج إلى اختصاص ومنهجية معلومة موجودة. مثل ما ذكرنا الطبيب إذا واحد يريد ينتقد ما هو رأي الأطباء الحاضرين لا يمنع من أن يذهب إلى كلية الطب وضمن منهجية معينة علمية يدرس ويجتهد في مسألة الطب، ثم يفكر ثم يعارض فكرة من الأفكار، أو يكتب وصفة تخالف وصفة مثلا غالب الأطباء، أو يأتي ويناقش مثلا الأطباء السابقين مثل ابن سينا. أما شخص ليس له أي خبرة في مجال الطب، أفرض أني مثلا ليس لي أي خبرة في مجال الطب، أفتح كتاب ابن سينا وهو من تراث الطبي الإسلامي، أرى مسألة بدون منهجية علمية أجي أنتقد هذه المسألة، هذا شيء مرفوض. ولو أن مثلا كثير مما كتبه ابن سينا في كتبه يمكن تم تطوير آرائه بسبب تطور الطب، أو تبين خطأ بعض استنتاجاته لأنه جهد بشري قابل للصحة وقابل للخطأ. فنحن حينما نقول بأنه يجب علينا أن لا نقدس رأي السلف، إنما نقول ذلك حتى يكون هناك مجال للتطور، وكذلك عدم تقديس أي كتاب آخر سوى القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب كله صحيح 100%، لا يوجد فيه أي خطأ أو أي غلط أو أي سهو أو أي نسيان أو أي شيء آخر، هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن أن نأتي وأي كتاب آخر نقدس ذلك الكتاب ونعتبره كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا أيضا يوقعنا في نفس الإشكالية. الآن إشكالية بعض المسلمين يعتبرون بعض الكتب صحاح 100%، بين الدفتين 100% صحيحة، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. يعني نتيجة هذا الكلام أن هذه الصفة التي الله عز وجل حصرها بالقرآن الكريم أنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إحنا هذه الصفة اللي هي خاصة بالقرآن الكريم نعممها على بعض الكتب الأخرى، ومؤلف ومؤلفوا هذه الكتب ما كانوا معصومين طبعا، فاحتمال الخطأ موجود. ولكن يأتي من المسلمين من يقول بأن ما في هذه الكتب صحيح 100%، بحيث أنه إذا حلفت بالطلاق والعتاق بأن ما في هذا الكتاب صحيح وإلا زوجتي طالق وأعبدي أحرار، يقول أن هذا القسم صحيح وزوجتك لا تطلق حسب بعض المذاهب الإسلامية الذي تجوز التعليق في الطلاق. طبعا نحن في رأينا التعليق بالطلاق باطل، ولكن مقصود أنه هذا يقول وهؤلاء يقولون إذا حلفت بالطلاق والعتاق على أن جميع ما في هذه الكتب صحيح فأنت لم تخالف قسمك وزوجتك تبقى زوجتك وعبيدك يبقون عبيدا لك. زين، هذا الكلام معناه شنو هو؟ معناه أنه جهد بشري جعلناه
مقارنا بكتاب الله عز وجل من حيث أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومعنى ذلك أنه الشخص المؤلف قد أخطأ، نحن نقدس خطأه أيضا، نحن نعتقد أنه أي كتاب من الكتب، هذا الكتاب حتى إذا كان مؤلفه من أعظم العلماء يبقى عمل جهد بشري فقابل للخطأ. ولذا نحن بالنسبة إلينا أفضل كتاب حديثي، أفضل كتاب حديثي هو الذي جمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما روي عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هو كتاب الكافي. هذا في رأينا أفضل الكتب. ولكن في نفس الوقت عندما تأتي إلى علمائنا يقولون صحيح أن هذا الكتاب أفضل ما كتب في الأحاديث الشريفة، ولكن يبقى أيضا جهد بشري. نحن نرى ما في هذا الكتاب، نقوم السند، نقوم النص أو نقيم السند ونقيم النص، ثم ننظر إلى نصوص أخرى، إلى كتب أخرى، بعد ذلك نتمكن من أن نحكم أن هذا الشيء الموجود في هذا الكتاب مثلا أو هذه الرواية، هل هذه الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة، هل هذه الرواية يمكن القبول بها أو لا يمكن القبول بها، هل هي معارضة بما هو أصح منها أو ليست معارضة بما هو أصح منها، هناك هل دلالة لها أو ليست لها دلالة، من حيث السند، من حيث الدلالة، من حيث جهات أخرى تبحث، وبعد ذلك يعطي الخبير المجتهد الخبير رأيه في هذه الرواية بأنها رواية صحيحة أو ليست بصحيحة، مع أنه نعتبر الكتاب أفضل الكتب، ولكن في نفس الوقت لا نعتبره يشارك القرآن في هذه الصفة أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلف ولا من خلفه. ولذا نجد أنه الفقه الشيعي تطور تطورا كبيرا وباستمرار هو في تطور. يعني إذا أنت تلاحظ الكتب الفقهية التي ألفت قبل 1000 عام والكتب الفقهية التي ألفت الآن تجد البون الشاسع. لماذا؟ لأنه العلم شنو هو؟ العلم هو تراكم مجموعة من الأفكار التي أفرزها أو استنتجها أو توصل إليها مجموعة من العلماء، ولولا جهود السابقين لما توصلنا إلى ما توصلنا إليه. فهذه الجهود تتراكم، والإنسان عن طريق الأسلوب العلمي الصح والخطأ يصل إلى نتيجة، يكتشف أنها خاطئة يغير تلك النتيجة، ثم تتراكم أفكار العلماء ويحصل التطور بالتدريج. فغلق باب الاجتهاد واعتبار أنه ما في الكتب السابقة إنما هو مقدس 100%، هذا يسبب الجمود، يسبب عدم التطور. وحتى الشخص الذي يريد أن يخرج من هذه الحالة لا يتمكن من الخروج من هذه الحالة. لماذا؟ لأنه حينما تصير حالة من التقدس والقدسية لشيء، الإنسان إذا أراد أن يمس ذلك الشيء يتهم بأنه جاء ويريد أن يخدش المقدسات، في حين أنها ليست مقدسات بالأساس، في حين أنها جهود بشرية مشكور عليها أصحابها إن كانوا مخلصين. فبناء على ذلك نحن يجب علينا أن نتحرر من آراء السابقين، ولكن ضمن منهجية صحيحة. ليس معنى التحرر ما يقوله بعض الذين يتظاهرون بالتثقيف والتثقف في العصر الحاضر، أنه اضرب بكل ما جاءنا من السلف عرض الجدار زين، وتقبل ما يقول به مثلا المفكر الفلاني والفلاني من الحضارة الغربية أو الشرقية أو كذا، هذا أسلوب مرفوض. وإنما ضمن منهجية علمية صحيحة، وهذه المنهجية موجودة. ضمن هذه المنهجية العلمية الصحيحة الإنسان يفكر، يأخذ ما هو الصحيح ويطور ما أمكن تطويره ويغير ما فيه الخطأ. ونتيجة هذا النوع من التقديس أنه وإغلاق باب التطور، الحياة في تطور مستمر، وتطور الحياة باستمرار بحاجة إلى تطور في الاستنباطات الفقهية والاستنباطات الثقافية والاستنباطات الاجتماعية، لأنه كما ذكرنا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ما يحتاج إليه الإنسان موجود في هذا القرآن، يحتاج إلى استنباط. فحينما نحن نغلق باب الاجتهاد ونغلق باب التفكر ونغلق باب التأمل، معنى ذلك أن الحياة تتطور، وما نعرضه نحن المسلمين إلى العالم لا يتطور، ونتيجة ذلك
أنه هناك تحصل حاجة اجتماعية لأفكار متطورة وآراء جديدة، حينما نحن المسلمين لا ننتج تلك الأفكار الجديدة على ضوء الكتاب والسنة المطهرة وسيرة الأئمة المعصومين، نتيجة ذلك شنو يصير؟ نتيجة ذلك أنه المجتمع والناس يتوجه إلى ثقافات أخرى. يعني الآن في القرن الأخير والقرنين الأخيرين، لماذا نرى أن المثقفين الإسلاميين أو المسلمين أو كثير من الأشخاص اللي يعيشون في البلاد الإسلامية وولدوا من أبوين مسلمين يتوجهون إلى الشرق والغرب ليأخذوا منه الثقافة؟ شنو السبب؟ هل الإسلام دين ناقص؟ لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلماذا يتوجه إلى الشرق والغرب؟ لأنه هناك بعض الأفكار والآراء جمدت التطور. نتيجة تجميد هذا التطور الإنسان يشوف أنه حاجة، كثير من المجتمع ترى أنها حاجة أن تأخذ من الآخرين، مع أنه موجود وأفضل من الآخرين، ما في الكتاب والسنة موجود أفضل مما أنتجته الحضارات الأخرى، ولكن موجود كمواد خام إن صح التعبير. هناك مانع ورادع من الاستفادة من ذلك، ونتيجة ذلك ينتج عنه أن هناك لنا قصور في إسهامات الكفاءات العلمية والفكرية والثقافية في ملء الساحة في المجالات المختلفة. يعني الكفاءات العلمية ترى نفسها مكبلة، لا تتمكن من أن تتجاوز هذه المرحلة، فلذا لأنها مكبلة لا تتمكن من الإنتاج الصحيح على ضوء الكتاب والسنة، وإنما تبقى إما في دوامة لا تفيد المجتمع، وإما تضطر أن تلجأ إلى الشرق والغرب وتستلهم من ثقافات الشرق والغرب، وكثير من مفردات تلك الثقافات لا يتناسب بل قد يتعارض مع الثقافة الإسلامية الأصيلة. فالحاصل نحن حينما نجعل القرآن الكريم المصدر الأول، ثم السنة المطهرة وسيرة الرسول الأئمة المعصومين المصدر الثاني للثقافة الإسلامية، هذا المصدر مصدر نابع باستمرار، هذا المصدر لا تنقضي عجائبه، ولا رطب ولا يابس موجود فيه. أما نجي نحصر أنفسنا باستنتاجات السابقين، هذا الأمر يسبب أنه نوقف التطور ونجعل حاجز بيننا وبين هذا النبع، والنتيجة أننا لا نستفيد من هذا النبع الفياض الذي ينبع باستمرار، لكن نحن قد نحرم أنفسنا ببعض الأفكار أو السجون الفكرية إن صح التعبير التي جعلنا أنفسنا في تلك السجون، نمنع أنفسنا من الاستفادة من هذا النبع، فحينئذ يلتجئ الناس إلى أفكار مستوردة قد لا تتناسب مع حضارتنا الإسلامية. فنحن ندعو إلى عدم تقديس أي كتاب وأي إنتاج بشري سوى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم مع شكرنا ومع تقديرنا لجهود السابقين نقول إن الله عز وجل خلق الإنسان ولم يوقف عقل هذا الإنسان ولم يوقف إنتاج هذا الإنسان، فيمكن لهذا الإنسان أن ينتج أيضاً ويستفيد من القرآن الكريم استفادات لم يستفدها السابقون، ولكن ضمن منهجية صحيحة والأشخاص الخبراء. لا كل شخص يأتي ويقول كلام بما يفيد مصالحه ويفيد هواه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.